قال إن أخيرا القصر نظف ورجع لهيبته. من أعاد هذه الهيبة كان المستشار الجليل عدلي منصور، والحقيقة إن المستشار عدلي منصور يأبى أن يترك قصر الرئاسة قبل أن يصدر مجموعة من القرارات ومشروعات القوانين الهامة للغاية. أصدر اليوم 6 قرارات بمشروعات قوانين، أحدهم يتعلق بمسألة التحرش، ودي كانت مسألة هناك مطالب كثيرة بتغليظ العقوبات. هناك لأول مرة غرامة الحبس للمتحرش، وغرامات أخرى تتعلق مثلا في بعض الأمور الخاصة بإلقاء المخلفات تصل إلى 100,000 جنيه. هناك أيضا ضريبة 5% على من يزيد دخله عن 1,000,000 جنيه، وهناك أيضا قرارات تتعلق بمن يحكم عليه بحكم بسيط يمكن أن يؤدي العقوبة خارج السجن. هذا الرجل العظيم يأبى أن يخرج من هذا القصر دون أن يضع لمساته الأخيرة على الواقع المصري. هذا القاضي الجليل اللي كل المصريين تفاعلوا مع خطاب الوداع الذي ألقاه، وبكى المصريون كثيرا، وبكى ربما كمان الشعوب العربية. كنت أتابع ردود الفعل من عدد من الدول العربية، بكوا أيضا من الكلمات العطرة والدموع النقية التي نزلت من عيون هذا المستشار الجليل. تفاعلت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا مع كلمته، وتفاعل الشارع المصري، رغم أن الكلمة كانت امبارح، لكن ما أقدرش النهاردة ما نتفاعلش احنا كمان معاها. نشوف التقرير الخاص بردود الفعل على كلمات المستشار عدلي منصور، الذي قدم في هذا الخطاب لمن يعي ولمن يقرأ جيدا رسائل إلى الجميع، رسائل إلى الرئيس القادم، رسائل إلى شعب مصر، رسائل لمن يحاولون أن يتقربوا من المشهد، أصحاب المصالح كما وصفهم، أو دوائر المصالح كما وصفهم. أشبه بخطاب، خطاب الوداع عادة بيحمل عبارات وكلمات رقيقة، لكن هذا الخطاب يحمل برنامج للعمل، برنامج للرئيس القادم، وبرنامج أيضا للشعب المصري بكلمات يسودها الإيمان الشديد. نتابع. الإخوة والأخوات، أوجه حديثي إليكم اليوم مودعا، بعد أن شرفت برئاسة جمهورية مصر العربية ما يناهز العام. هو راجل يعني ممنون جدا وكتر ألف خيره، وعبر بمصر مرحلة مهمة جدا. أما للمعسكر الآخر فأقول إن مصر قديمة قدم التاريخ، كانت وستظل بإذن الله تعالى باقية خالدة بكم أو بدونكم، سواء كنتم معها أو عليها. أقدر أقول يا جماله يا جماله بالظبط كده، ده شفتوا بقى اللي احنا مشتاقين له. مصر القوية العزيمة صاحبة القرار التي تدير صداقات ولكن على قدر المسؤولية. أسلم مصر اليوم للرئيس الذي ائتمنه الشعب على المسؤولية بواقع جديد. لن أدعي أنه المنشود، ولكنني أستطيع أن أقول وبكل ثقة إنها أفضل كثيرا مما كانت عليه لدى تسلمي مهمتي في يوليو 2013. أنا كمواطن بتقدم بالشكر للمستشار الجليل لأنه قضى سنة من يعني مقارنة بالسنة اللي قضاها الرئيس السابق محمد مرسي، كانت فرق شاسع جدا بين السنة دي والسنة دي. وأقول له أحسن اختيار معاونيك، فهم سندك ومعينوك على ما سيواجهك من مشكلات داخلية صعبة ووضع إقليمي مضطرب وواقع دولي لا يعرف سوى لغة القوة والمصالح. يعني على سبيل المثل لما بتيجي مثلا والدتك أو حاجة زي كده بقول لك اختار صاحبك، المرأة على دين خليلي. يعني لو أنت مصاحب حد كويس هيشجعك أنك تبقى كويس، كذلك برضو الرئاسة أنت لو مختار حد كويس هو هيشجعك أنك تبقى كويس. وأوصيك يا سيادة الرئيس بالمرأة المصرية خيرا، فلقد أثبتت عبر تجارب ديمقراطية متوالية أن مشاركتها نشطة فاعلة ووعيها
ناضج متحضر. هو قال كده لاني حاسه ان المراه فعلا يعني يعتبر ادت مهمتها حلو في المجتمع بالنسبه للفتره بتاعت ان هي راحت الانتخابات وقالت دورها واي ام تحب ان بلدها تستقر عامه. فماذا عساي ان اقول لام ثكلى او لزوجه مترمله او لابن او ابنه فقد الاب العائل مصدر الحمايه والسند؟ إنه فراق أليم. وحرمان أبدي. أنا بكيت طبعا معاه وكل بيت في مصر بكى معاه. لحاجتين. لفراق رئيس محترم وذكرنا بشهداء أجلاء صانوا البلد من حاجات كتير قوي. أول مرة أشوف رئيس جمهورية بالإحساس ده وبالجمال ده كله إن هو يعيط على الشهداء. لا هو قالها قال أنا خطبة الوداع حسيت بيها فعلا بالعياط بتاعه والله عيطت على عياطه. فاللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واحفظ لنا مصرنا ومتعنا فيها بالأمن والرخاء واجعلنا شاكرين لأنعمك مثنين بها عليك وأتمها علينا. ده كان أحسن حاجة في الخطاب بصراحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك سيادة الرئيس، تحية من كل الشعب المصري نجددها دوما. نتمنى جميعا أن حالة التأثر التي تسيطر علينا جميعا لا تكون حالة تأثر وقتي انفعالا بالخطاب فقط، ولكن علينا أن نتذكر جميعا مضمون ما جاء في هذا الخطاب اللي ربما هز وجدان المصريين بشكل كبير جدا. لكن خلونا بعيدا عن حالة التأثر العاطفي اللي أثر فيها الخطاب النهاردة، كمان مجموعة القوانين اللي أصدرها الرئيس ربما ستثير حالة من الجدل الشديد. بالطبع قانون الانتخابات البرلمانية واللي كان البعض بيتوقع أن المستشار عدلي منصور لن يصدره وربما سيصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار أن السلطة التشريعية ستكون معه في ظل غياب البرلمان، لكنه أصدره وأصدر معه حالة أو عدد من القوانين ربما ستثير حالة من الجدل. معنا على الهاتف الفقيه الدستوري الكبير الدكتور محمد نور فرحات. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا يا فندم. مجموعة القرارات بالقوانين التي أصدرها الرئيس عدلي منصور، بعضها يتعلق بربما الهم الأكبر واللي هنتناقش فيه بالتفصيل قانون الانتخابات البرلمانية، لكن أيضا بعض القرارات الخاصة بالتعديلات في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، مشروع القانون الخاص بالتحرش، مشروع القانون الخاص بفرض ضريبة 5% على من يزيد دخله على 1,000,000 جنيه. كيف ترى حضرتك هذه القوانين؟ يعني يا سلطة رئيس الجمهورية، دعيني أولا أحيي السيد الرئيس المستشار عدلي منصور على ما قدمه لمصر خلال فترة ولايته التي استمرت عام في واقع سياسي مضطرب كانت مصر تتعرض فيه لكثير من الأنواع والعواصف، ونجح بوقاره وهدوئه واتزانه أن يقود السفينة المصرية إلى بر الأمان بانتخاب الرئيس الدائم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ندعو له بكل توفيق. وخطابه أذيع اليوم وأذيع بالأمس كان قطعة من الأدب السياسي الرفيع التي ستدخل تاريخ مصر الحديث. قطعة من الأدب السياسي، هذا تعبير رائع يا دكتور. إنما هذا شيء، وموقفنا كرجال قانون مع عدد من القوانين التي صدرت عن رئيس الجمهورية بمقتضى ما له من سلطة تشريعية وفقا للدستور الجديد أو وفقا للإعلان الدستوري السابق قبل صدور الدستور الجديد شيء آخر. دعيني أولا أعلق على هذه القوانين التي صدرت اليوم والقوانين التي صدرت قبلها، ومنها قوانين عقابية خاصة بجريمة التحرش الجنسي، ومنها قوانين خاصة بالضرائب، ومنها قوانين خاصة بإبقاء المخلفات في الطرقات، لأن احنا نفهم أن سلطة
رئيس الجمهورية في إصدار التشريعات محكومة بالتشريعات التي لا تستطيع أن تؤجل، أو ليس هناك صفة الإلحاح يعني ضرورة. وفي حكم شهير للمحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية قانون كان أصدره الرئيس الراحل محمد أنور السادات بتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية بمقتضى ما له من سلطة التشريع في غيبة البرلمان، والمحكمة الدستورية العليا ذكرت أنه لم تكن هناك ضرورة لإصدار مثل هذا التشريع. فأنا بعتبر أن هذه التشريعات بصرف النظر عن رأيها في مضمونها ليست من تشريعات الضرورة، وكان من الممكن أن تنتظر حتى يتم انتخاب مجلس النواب لكي تأخذ حقها من النقاش وتصدر بطريقة تدل على التوافق المجتمعي من ممثلي الشعب الحقيقيين الذين أناط بهم الدستور مهمة التشريع. إنما ما يقلقني هو قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية. طيب اسمح لي يا دكتور نتناقش فيه بالتفصيل، لأني عارفة أنه يثير حالة من الجدل، لكن هاخد رد من الدكتور محمود.